السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ كل الشركات لما بتعمل مؤتمر فلازم يكون مؤتمر السنة الجديدة أفضل من السنة القديمة، لكن واضح ان مايكروسوفت ماشية بالعكس، لدرجة ان فعليا مؤتمرهم في 2021 كان أفضل من 2022. مؤتمر الاكس بوكس كان مقبول، ما كانش سيء ولا كان أسطوري، المؤتمر كان متوسط، في ألعاب كتيرة محترمة شفنا إعلاناتها، بس مشكلة المؤتمر كانت في التركيز على الكم الكبير من الإضافات. يعني بصراحة شيء غريب، مايكروسوفت بتمتلك عناوين كتيرة زي فيبل، أفاود، بيرفكت دارك، إيفر وايلد، هيل بليد، وأنديانا جونز. هل من المعقول إن الشركة تسيب كل اللعب دي وتروح تركز على الإضافات؟ يبقى ده بيأكد نقطة الإشاعات اللي طلعت على بعض اللعب بأنها بتعاني في التطوير وفيها مشاكل. وفعلا كان في اهتمام كبير باضافات اللعب زي اضافة Fallout 76، The Elder Scrolls Online، اضافة Forza Horizon 5، اضافة لمحاكي الطيران، اضافة بحر القراصنة. وبرضو كان في اهتمام كبير بالعاب الاندي. ماشي، العاب الاندي حلوة وكل حاجة، وفي منها عظيم زي Hollow Knight، بس ده مؤتمر تابع لشركة طرف اول، فلازم يكون في تساوي بين العاب الطرف الاول والطرف الثالث زي مؤتمر 2021 على سبيل المثال. فالمؤتمر اللي نقزه هما اكتيفيجن مع اوفر واتش وديابلو، بثيزدا مع ستارفيلد، والعاب الاندي. وده بيحط سؤال مهم، ان ماذا لو مايكروسوفت ما كانوش اشتروا بثيزدا او اكتيفيجن، فكان هيحصل ايه؟ فعليا هتلاقي ان مؤتمر الاكس بوكس هيبقى فاضي. فببساطة اللي نقز المؤتمر ده هو العاب الاندي، استوديوهات بثيزدا، واستوديوهات بليزرد. فهل من المعقول ان مؤتمر ساعة ونص استوديوهات الاكس بوكس تقدم لعبة واحدة تريبل اي؟ بس خلينا نكون واقعيين، ان المؤتمر احسن ما فيه ان تقريبا 90% من اللعب الموجودة نزلة على الجيم باس. مستقبل الاكس بوكس هو مشرق، وسنة 2023 هتكون سنة قوية للجهاز. بس المؤتمر ده كان متوسط او عادي. عموما الفيديو ده برعاية محلات جيمز تو ايجيبت، فتعالوا نلخص اهم احداث المؤتمر، نتكلم على اعلانات اللعب الجديدة، واتمنى الدعم باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. المؤتمر بدأ بالكشف عن جيم بلاي للعبة الاونلاين ريد فول. بصراحة اللعبة شكلها مقبول، ولو اني مش شايف اي شيء جديد عن معظم اللعب التعاونية الموجودة امثال ليفت فور داد وباك فور بلود، بس اللي عجبني في ريد فول هو نقطة الشخصيات وقدراتهم القتالية. اتمنى بس ان اللعبة تقدم نظام بي في بي، وان اللاعبين يكون عندهم القدرة انهم يلعبوا بالوحوش او بالبني ادمين. ريد فول هتنزل في 2023. ثم برضو شفنا عرض جديد من هولو نايت سيلك سونج، شكلها جامد. بصراحة هولو نايت تعتبر من افضل العاب الاندي الموجودة حاليا. الجزء الجديد واضح انه هيكون اكتر روعة، عناصر البلاتفورم عظيمة، انظمة القتال والمعارك شيء خرافي، السوداوية والخلفيات وتصميم الاعداء شيء تحفة. للأسف ملاك بلاي ستيشن ملهمش نصيب باللعبة دي، بالرغم انها نازلة برضو على سويتش، وده على كلام الموقع الرسمي. اللعبة ملهاش موعد نزول حتى الآن، بس بصراحة لازم تلعبوا الجزء الأول بتاعها وحاولوا تدوه كذا فرصة، علشان بدايتها هتكون مش محبوبة قوي. لكن طبعا جوهرة المؤتمر اللعبة اللي بصراحة مستنيها جامد، وهي أبليك تيل ريكيام، أسطورة المؤتمر. وبنلاحظ ان ابطال القصة اميسيا وهوجو كبروا شويتين، لكن احلى شيء ان اللعبة لسه محافظة على الاجواء الكئيبة، ولو اني حاسس ان الصورة او الجودة ضبابية شوية. اتمنى ده يتحسن في المنتج الكامل. برضو منظر التكتشرز مش قوي بصراحة، تحس ان اللعبة شغالة ب 900 بي مثلا. عموما الجزء الجديد فيه تحسينات كبيرة على الجيم بلاي، زي التحسين في ميكانيكيات الاختباء، امكانية الهجوم على الاعداء سواء بالقوس او قتلهم بالسكينة في ظهرهم. بصراحة الجانب ده قلقان منه شويتين، لان اللي ميز الجزء الاول هو انك تستغل الفيران وتشيل من عليهم النور علشان تخليهم يهاجموا الاعداء، فممكن ببساطة ده يغير في نظام تصميم المراحل. فهنشوف. عموما اللعبة هتنزل في 2022، مع اني بصراحة مش مصدق الموعد ده، حاسس انها تتأجل.
it's over. Finally. See, they're nothing. Nothing to be scared of. Forza Motorsport 8 بصراحة خرافية. على حد علمي ان ده اقوى استعراض شفته للعبة عربيات. اللعبة تقنيا جبارة، كل شيء في العرض كان تحفة، صوت المحرك والبنزين، عناصر الفيزيائية زي تفاصيل تحطيم العربيات، الإضاءة والمنظر الرسومي، وطبعا الري تريسنج واللي هيكون شغال بشكل ريل تايم بحيث ان تتبع الأشعة هيكون شغال مع اللعب. وبالفعل شفنا انعكاس عربية على عربية تانية. اللعبة هتنزل في ربيع 2023. وبرضه تم الكشف عن العاب بليزرد الجديده. اول لعبه هي اوفر واتش بجزئها الثاني اللي هتبقى لعبه مجانيه بالكامل. اللعبه هتقدم ابطال جديده مع مودز وخرائط جديده، بس بصراحه مش شايف اي تغيير في المستوى الرسومي، تحس انه موسم جديد اكتر من كونه جزء تاني. وعلى حسب ما سمعت ان اللعبه هتقدم مود للقصه، فمعرفش بصراحه، شكلهم رجعوا بكلامهم وقالوا نخليها اونلاين عشان نعرف نحلبها. اللعبة هتنزل في اكتوبر. للعلم ان اللعبة نازلة على بلاي ستيشن والسويتش، طبعا بجانب البي سي واجهزة الاكس بوكس. واللعبة التانية هي ديابلو بجزئها الرابع. بصراحة رسوماتها محترمة، للعلم انها مش حصرية، هتنزل على بلاي ستيشن 5، نازلة في 2023. ودي تقريبا اللعبة الوحيدة اللي في المؤتمر اللي مش هتنزل على الجيم باس، لان في نهاية العرض فما كانش فيه اي عبارة جيم باس، فواضح ان لسه صفقة بيع اكتيفيجن بليزرد ما تمتش. وشفنا عرض جديد من لعبة سكورن. اللعبة دي اخيرا هتنزل في اكتوبر، اتأجلت بما فيه الكفاية. اللعبة مظلمة وسوداوية ومقرفها جامد واجواءها مرض نفسي، للعلم ان هيكون فيها اسلحة وتصويب مع وحوش غريبة. اللعبة دي بصراحة هتبقى جامدة جدا. وبرضو لعبة فلينت لوك ذا سيج اوف دون شكلها مبشر وجامد، شبه جريت فول نسبيا بس على جيم بلاي واسلوب قتال اسرع. عجبني جدا تنوع الاعداء وشكل العالم، برضه تحس انها واخده ميكانيك الطيران من لعبه فورس بوكن. بصراحه العرض بتاعها كان حلو، هتنزل في بدايه 2023. للعلم ان اللعبه هتتوافر على منصات بلاي ستيشن، وبالمناسبه اللعبه دي من نفس المطور اللي قدم لعبه اشن، فبصراحه تطور ملحوظ. برضه تم الكشف عن لعبة وولونج فولن دينستي. مايكروسوفت مهتمين جدا بالمطور الياباني تيم نينجا، كان من الداعمين بقوة لجهاز الاكس بوكس 360. واللعبة الجديدة شكلها محترم بس مش واضح عنها اي شيء. الغريب ان موسيقى اللعبة شبه نيو، بس واضح انها مختلفة عن نيو. هنشوف عموما، هتنزل في بداية 2023. للعلم ان كوجيما اكد عمله على لعبة مبنية على خدمة مايكروسوفت السحابية. اللعبة هي لسه في بداية مراحل التطوير. واخيرا مع لعبة ستارفيلد واللي كانت اهم لعبة في حدث الاكس بوكس. ستارفيلد لعبة ضخمة جدا، اللعبة بتقدم اكتر من 1000 كوكب تقدر تتجول ما بينهم، تزورهم وتستكشف خباياهم. اللعبة فيها محتوى جبار بصراحة. ستارفيلد لو افكارها توظفت بشكل محترم، فاعتقد انها هتبقى نقلة ضخمة للصناعة. واللعبة بتقدم ميكانيكس متنوعة، امكانية تخصيص المركبة الفضائية وبنائها وبناء افرادها، المعارك الفضائية، العمق في تخصيص الشخصية، الشوتنج ميكانيكس واللي اكيد افضل من فول اوت. حتى المستوى الرسومي كان جيد، بس الاداء بصراحة ما كانش قد المستوى. اتمنى ده يتصلح، فهم عندهم وقت كافي. اكيد الرسوم والانيميشن مش افضل شيء موجود، بس كلعبة بثزدة فاعتقد ده انجاز انهم وصلوا للجودة دي. برضو امكانية بناء المستعمرات بنفس اسلوب فول اوت ولكن على اضخم. اللعبة هتقدم حرية ضخمة في طريقة الاستكشاف واللعب واختيار المسار. شكلنا مقبلين على اضخم لعبة RPG، وبصراحة دي خطوة محترمة من مايكروسوفت انها تنزل لعبة عملاقة زي دي على الجيم باس.
طبعا في شوية ألعاب إندي أعلن عنها حابب إني أتكلم عنها، زي كاكون، شكلها لعبة ظريفة، هي لعبة ألغاز مغامرة، وهي من نفس مصمم الجيم بلاي اللي اشتغل على ألعاب إنسايد وليمبو. برضو لعبة إيرابان شادو ليجاسي، لعبة تخفي شكلها محترم، عجبني جدا أجواءها وميكانيكس الاختباء. وبرضو لعبة The Last Case of Benedict Fox، معرفش ده اسم اللعبة ولا عنوانها، لعبة بلاتفورم بنظام 2.5D، فكرتها جميلة، الارت منظره تحفة. ثم عرض جديد من لعبة ارك 2 اللي ممثل فان ديزل هشارك فيها، اعلان اللعبة غريب بصراحة، اللعبة كلها غريبة اصلا، وتحس ان تصميم راس فان ديزل اكبر من جسمه. برضو اعلن عن 3 العاب من بيرسونا على الاكس بوكس والبي سي، مبروك عليكم، اللعب دي واحدة من افضل العاب الار بي جي الياباني. واعتقد ده كان اهم شيء بخصوص مؤتمر الاكس بوكس. للأسف مايكروسوفت ما عندهمش اي لعبة طرف اول هتنزل في السنة دي، كله راح للسنة الجاية. في النهاية مؤتمر الاكس بوكس ما كانش اسطوري، كان عادي او مقبول، كان فيه عروض للعاب حلوة وقوية، بس غياب الطرف الاول من مايكروسوفت كان شيء محبط، خصوصا ان مع الغياب ده فما كانش فيه تعويض للاعبين. التعويض كان هو الجيم باس، بحيث انهم قدموا عدد خرافي من اللعب اللي نازل على الخدمة، وده شيء يشكروا عليه. بس برضو فين حصريات الطرف الاول اللي المفروض هتشيل الاكس بوكس خلال الست شهور دول؟ عموما هو ده الفيديو، وحب اسمع رأيكم انتوا، ايه رأيكم في مؤتمر الاكس بوكس؟ هل شايفين انه محبط ولا كان ممتاز ولا نص نص؟ وهل تتفقوا معايا ان مؤتمر 2021 كان افضل من مؤتمر 2022؟ فشاركوني اراكم، وما تنسوش الدعم باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. بشكركم على المشاهدة، واتمنى تتابعوا صفحاتي على الانستغرام وتويتر والفيسبوك. كان معكم احمد السوري، سي يو نيكست تايم.